السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، كنتمنى هاد العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم الحلوه ديال اليوم عندنا هذا الفقاس، فقاس ملكي كيجي غزال ورائع. ها انتم الشكل ديالو صراحه زوين بزاف، كيستحق التجربه. مذاق ما نقولش لكم، مهم تنبداو الفيديو ان شاء الله وتشوفوا الدار ديالو. صراحه كيجي زوين بالمكسرات، كنديروا فيه جميع المكسرات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم مشاهده طيبه. يلاه بسم الله نبداو ان شاء الله في المقادير. عندنا 6 ديال البيضات، 3 ديال الخمارات. عندنا المكسرات كاملين قطعناهم طريفات، يعني اللوز، قرقاع، زبيب، تمر، قطعناهم طريفات صغيرين. عندنا سكينجبير وعندنا القرفة. هادو المكسرات، راني غير كنسجل الصوت داكشي علاش الصوت سابق. كنقطعهم طريفات صغيرين على هاد الشكل، والفرص حسب الخليط. وعندنا جوج كيسان ديال سنيده وكاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبده، ما بينتهمش، نص كاس ديال الزبده وكاس ديال الحليب. غنبداو بالمقادير. درنا سنيده ودرنا البيض والزيت، غنخلطوهم دابا مزيان حتى يتجانسوا على هذا الشكل. تيقوني الا قلت لكم هذه الحلوه راه المذاق ديالها ما غيتنساش لكم ابدا، غتذوقوا وما غيتنساش لكم، غادي تجربوها باي طريقه. الصراحه زوينه 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 بزاف، خصوصا داك مذاق ديال القرفه والسكينجبير خطير. مهم دابا درنا الزيت، غنديروا الزبده نص كاس ديال الزبده، خلطوا مزيان. واللي ما كتبغاش الحلاوه بزاف ممكن تستغناو على الحلاوه سنيده كامل وديروا غير داك المكسرات بوحدها، راه حلوه. ولا ديروا غير كاس ديال سنيده وغيجي حلو. حنا كنبغيو الحلاوه بزاف، داكشي علاش درنا جوج كيسان. المهم غنكملو نخلطو الخليط ديالنا مزيان. حتى يتجانس. ودابا غادي ندير ما عرفتش ما توضر لي انا مشيت جبتو بلاتي ها انتما معايا راه كتصور المكسرات. دابا غادي نضيف الحليب وغنضيف معلقه ديال السكينجبير ومعلقه ديال القرفه. راه كيجي المذاق ديالو البنات ما نقولش لكم عليه، بهاد القرفه ومعلقه ديال السكينجبير. صراحه كنصحكم انكم تبقاو ديروا في الفقاس، ديروا فيه السكينجبير والقرفه، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. وتا ديك الكيكه اللي كتكون ديال الكاكاو، داك الكيكه الكحله ديال الكاكاو، حتى هي ديروا فيها القرفه والسكينجبير، كيتواتاو مع بعضياتهم. غنخلطو مزيان. دابا غنضيف الحليب. طولت عليكم البنات الفيديو شويه، ولكن هذا الفقاس هذا يستاهل الصراحه طولي عليه الفيديو البنات. غنقول لكم واحد الحاجه، الله يجزيكم بخير، انا هاد الايامات كندير فيديو قصير على قبل، عرفتي عندي متوسط مده المشاهده طايح بزاف، يعني كيدخلوا البنات كيتفرجوا ليا ثلاثه ديال الدقائق، بعض المرات غير جوج دقائق. كنطلبكم البنات الله يجازيكم بخير، كملوا معايا الفيديو راه غتستافدوا وحنا نستافدوا من بعضياتنا ان شاء الله، ونهزوا ببعضياتنا باش نزيدوا القدام، نويو الخير لبعضياتنا باش ننجحوا ان شاء الله كاملين، وربي يسهل علينا كاملين في هاد العيد ان شاء الله. دابا البنات غادي ندير الفرص على حسب الخليط، نجمعوا بشويه. راكم عارفين عجينه الفقاس ما كتكونش خفيفه وما كتكونش قاصحه في نفس الوقت، غير ما يبقاش يتلصق لكم في يديكم صافي تعرفوا راه عجينه واجده.
دابا سرحت البنات بالمدلك بحال هكا على هذا الشكل، وبديت كنستف اللوز، غندير جهة ديال اللوز وغنتبعها بجهة ديال الزبيب ولا الكركاع، المهم اللي بغيتو نتوما، المهم سطر بسطر غتمشيو معاها سطر بسطر. حاولوا هكا تثبتوه بيديكم شويه، لصقوه بيديكم باش يثبت لكم دوك المكسرات، يثبتوا ما يطيروش من بلاصتهم. انا هنا راه زربت الفيديو شويه باش ما نطولش عليكم. على هذا الشكل بحال هكا، فقاس زوين صراحه، ما قالوا لي الفقاس الملكي حتى كان ملكي كيجي واعر. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق، قولوا لي رايكم فيه. وهذه المناسبه باش نديرو حليوه نفرحوا بها وليداتنا في العيد، واخا هاد العيد راه ديال اللحم ماشي ديال الحلوه، ولكن ضروري كنبغيو الحلوه نهار صباح العيد هكا، ولا جاو عندنا الضياف ولا شي حاجه، راكم عارفين الضياف ما يخطاوش، ضروري تبغي ديري حليوه وداكشي، ماشي غتعطيهم اللحم 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 ضروري شي حاجه مع اتاي ضروري. صافي دابا البنات غادي نجمعو على هذا الشكل. انا كنجمع وفي نفس الوقت وركو شويه على داك الرولي ديالكم باش يثبت، هذيك المكسرات يثبتوا مزيان على هذا الشكل بحال هكا. ايوا صافي، وغندهنوه كما العاده بالصفر ديال البيض ونسكافي، ونشكلو شكل اللي بغيتو، خطوه بفورشيط ولا بشي حاجه، ومن بعد تقبوه بحال هكا بالكيردون باش ما من يدخل الفران ما يتفرقعش، يعني ما يتشققش لينا الفقاس، والعافيه تكون مهيله من طبيعه الحر بحال هكا طيبو كيكه. شتي الفقاس الا بغيتي يجيكو بناجح، العافيه تكون بحال غطيبي كيكه، وحلي عليه الباب ديال الفران شويه، من يشد فراسو الطياب حلي عليه الباب ديال الفران صافي، وتفكريني عمر الفقاس ما يتفرقع لك. صافي دابا غادي نقطعوه. هنايا راه البنت اللي كانت كتصور معايا مشات، داكشي علاش ما قطعتش ما صورتش لكم التقطيع، يعني يد وحده راكم عارفين كيجي التصوير شويه مخربق، كتلويوه في هاد البابي ديال السولفيغيزي وتخليوه واحد المده ديال ساعتين، وعاد تبداو تقطعوه. كيجي على هذا الشكل، ما كاينش فيه صراحه الكسور بزاف، وليني داك شويه اللي شاط راه كلاوه الدراري، معليش داك الكسور اللي شاط كلاوه الدراري. هاد الشكل ديال الفقاس ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي على هذا الشكل، ورانا قطعته الصراحه رقيق ماشي غليظ بزاف، شويه هانتوما كتشوفوا السمك ديالو، غير الموس يكون ماضي ما تخافوش منه، غيتقطع بسهوله. مكسرات بغيتو ترطبوها رطبوها، ما بغيتوش هكا مزيان. والسلام عليكم البنات.